يا أخي سامح، سامح أي إنسان ضرك، ترى علمك بالنهاية. سامح أي إنسان سبب لك في يوم من الأيام أي نوع من أنواع الزعل والبكي وغيره، ترى بالنهاية ما تجرحك إلا لأن أنت لازم تتعلم، مو لأن أنت تستاهل. ليش قاعد أقول هالكلام هذا كله؟ لأني أبي أوجه رسالة حق إنسان عجز بأنه يتخلى عن الماضي ومتمسك فيه، وعلى باله بأن الجرح اللي سبب لي إياه في يوم من الأيام أنا للحين أقتات منه، على باله آثماً، على باله للأسف بأن أي نجاح قاعد أسعى له هو عشان أكسر عينه، وبأن أي شيء أنا قاعد أسوي بالدنيا عشان أبي أسكته وعشان أبي أبين لأني أنا قوي من وراء. لا حبيبي، لا يا روحي، أنا سامحتك من زمان. أنا لأني قدرت أسامحك قدرت أعيش. أنا لأني تصالحت مع جرحك قدرت أفتح صفحة جديدة في حياتي وأخطي. أنا ما أنجح عشان أنتقم، أنا أنجح عشان أفرح. وأنا ما سامحتك علشان أنا ضعيف، أنا سامحتك عشان أنا قوي. أنا ما يتقلبت الصفحة عليك لأني أنا ما أبي أشوف اسمك وصورتك لأنهم بالنسبة لي نقطة ضعف. أنا قلبت الصفحة عليك لأني أستحق أني أكمل في كتاب حياتي.